السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في الفترة الأخيرة أصبح الكيبوب ظاهرة عالمية، لم يعد الاستمتاع به أمر يخص الكوريين فقط. ولتلبية رغبات المستمعين في جميع أنحاء العالم، قام بعض الفنانين الكوريين بالتعاون مع فنانين الغرب. وقد أثرت علاقة الأخذ والعطاء بين الفنانين الكوريين والغربيين الكيبوب، وجعلته نوع موسيقي عالمي بدلا من اعتباره مجرد تقليد للغرب. وفيما يلي نشاهد أشهر 10 دويتو بين الكيبوب والغربيين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.